هاي جايز، اهلا وسهلا فيكم. نحن حنكون هلا معنا فقره عن التجاره الالكترونيه، حيكون هن فقرتين. اول وحده بالعربي لانه كل المحاضرين بهالجلسه بيحكوا عربي، واللي بعدها حتكون بالانجليزي لانه في محاضرين معنا ما بيحكوا عربي. اول جلسه عن الاي ريتيل، في حدا يترجم لي الاي ريتيل للعربي؟ شو؟ بيع التجزئه على الانترنت. Clearly my speakers are more knowledgeable than of this than I am. ف عندنا معنا اليوم رونالدو مشحور، CEO of souq.com. معنا شريف نصار، founder and CEO of nifsak.com. وفي عندنا احمد عراقي، head of اطلب.com and اطلبمول.com. اول مين فتح محله بالسوق المصري كان شريف. شريف فتح بال 2009 اخر 2008، هي ريسنتلي اخذ انفستمنت ب 10 مليون جنيه مصري من اي دي ديفلوبرز. ما شاء الله اي دي ديفلوبرز. فعم انت حتاخذ المصاري، شو حتعمل فيهم ايه؟ شغال ده؟ مساء الخير، انا اسمي شريف نصار. صوتي واصل؟ سامعني كويس؟ تمام؟ اوكي. الاول ميرسي جدا انه يجيب اس الفرصه ان احنا نبقى موجودين سوا النهارده. الحكايه بالنسبه لي كانت بسيطه، كنت موظف وبقبض مرتبي اخر كل شهر، وقاعد بهندس على الشركات اقول لا ده بيعمل كده صح وكده غلط، زي ما كلنا بنعمل كده في ماتشات الكوره. وبعدين قلت طب ما اشمر واشوف العمليه هترسي على ايه، هعرف انا اعمل اللي بقوله ولا انا بفتي وخلاص. صحينا الصبح وقلنا نعمل حاجه اسمها نفسك دوت كوم. سوري، قلنا نعمل حاجه اسمها نفسك دوت كوم، زي ما امازون بتعمل في امريكا وعملت من 10 12 سنه. عندنا مشاكل توزيع في مصر، نعمل نفسك دوت كوم ونعمل نفس الموديل ونشوف هيرسي على ايه. كنا شايفين ان احنا هننجح وعايزين ننجح، والرغبه عندنا ان احنا ما نفشلش، ولكن ما كناش متخيلين الافاق بتاعتها ممكن تتطور ازاي. عملناها وابتدينا نعمل الموديل وابتدينا نشتغل. كل الناس قالوا لنا ايه ساعتها؟ المصريين مش هيشتروا على الانترنت. يا جماعه مش هعرفكم، هم المصريين ما بيشتروش على الانترنت، انت بتتكلم في ايه يا عم؟ انت بتتكلم في السحاب. ف طب نجرب نحط لهم حاجه ونشوف يا جماعه هيشتروا ولا لا. فينا نسال سؤال؟ فضل. مين الموجودين الحاضرين اليوم شاري شيء على الانترنت؟ المصريين بيشتروا على الانترنت. بس ممكن تشتري على الانترنت. بالظبط، هنا النقطه. يعني احنا مش مخلوقات من كوكب تاني، احنا بني ادمين زي كل الحضارات في العالم ومتقدمين اكتر من حضارات كتير. فالنقطه ان كان يبقى فيه الحاجه اللي الناس تشتري من عليها، اما وفرناها ابتدى نشوف لا الناس بتشتري والعمليه بتمشي. وبعدين ابتدى العمليه تزغلل في عينين مستثمرين، فابتدوا يجوا يتكلموا معانا، وهم دول الفلوس اللي عمر بيتكلم عليها. فانا ما خدتش حاجه في جيبي، عشان من الاول نبقى واضحين يعني. الحمد لله. قال لك طيب انتوا الموديل اللي انتوا عاملينه ده، رد سؤالك، الموديل اللي انتوا عاملينه وعرفنا نوصل لعدد معين من المصريين، طب عايزين نوصل لعدد اكبر، يبقى انتوا محتاجين الفلوس دي عشان تعملوا تسويق وتسرعوا عمليه ان الناس تعرف عن نفسك دوت كوم وتتعود وتشتري وتجرب وتعرف انه مش كل الانترنت نصابين. باختصار مش كلهم قاعدين عاملين لابتوب تحت السلم وبيقول لك انا موقع وببيعه وفي الاخر هينصب عليك وياخد فلوسك. فهو ده الاستخدام الرئيسي للاستثمار اللي جه في نفسك دوت كوم، ان احنا نقدر نوصل لعدد اكبر عشان نشوف بقى العدد الاكبر هيشتري على الانترنت ولا لا. شريف، انت في عندكم وجود غير برات مصر؟ يعني بتبيعوا اشياء برات مصر ولا معظم المستخدمين بتاعكم من مصر؟ ما بقدرش اقول لك بنبيع وما اقدرش اقول لك ما بنبيعش. بعنا اوردرات قليله، احنا فتحنا عناوين للشحن كعمليه اختبار لبعض الدول، والاختبار جالنا منهم طلبات شراء. فهم طبعا قليلين جدا، اتكسف يعني حتى اقول الرقم ايه، ولكن ما كانش عندنا لسه تركيز على بره مصر. احنا ده في الخطه بالنسبه لنا، ان احنا بعد ما نتاكد من قوتنا في مصر نقدر ان احنا نبتدي نخدم اسواق بره مصر بمنتجات من مصر. طب وين اول سوق بعد مصر هتروح عليه؟
العالم. هتعمل كل العالم كله بنفس الوقت ولا هتبلش سوق بعد سوق؟ العالم كله بنفس الوقت. انت عندك حاجتين هنا، عندك مصر تبيع لبره، ده حاجة، ده ردي عليك العالم. ولكن ان احنا نتواجد بشكل شخصي في بعض الدول بعد كده، ده لازم هننقي دولة. لكن النهاردة جمال الانترنت في ايه؟ قررنا نصدر، افتح العالم كله ما عدا السعودية. مش شايفين ان احنا ممكن نصدر للسعودية. بس انت الموديل بتاعك، هل انت بتلعب دور صلة وصل بين اللي عم بيبيع واللي عم بيشتري، ولا انت بتبيع بنفسك؟ يعني انت بتشتري وتبيع انت. احنا بنبيع، الموديل ان احنا نبيع. العميل بيدخل محل في الشارع، بيدخل نفسك دوت كوم على سلكة، يعني احنا زي المحل في الشارع بس على سلكة. فانا بشتري، بعمل الديل مع الوكيل بتاع المنتج، وببيع للعميل وبطلع له فاتورة من عندي. فهو فاتورته بتطلع من نفسك دوت كوم، عليها البطاقة والسجل وحقوقه محفوظة، يعني قوانين تنطبق عليا كالبائع. شكرا. امشي. روني، انت اي سنه بلشت سوق دوت كوم؟ انت كنت الفاوندر اوف سوق دوت كوم. الفاوندر بلشنا بال اند اوف 2005، باخر 2005 حقيقه. اطلاقه كان بدبي بال 2006 بلشنا نكون اوبريشن. يعني انت كنت اول واحد من بين الشبيب اللي معنا، يعني تقريبا بالعرب وورد. طب خبرني، في كان محاولات قبل سوق؟ ونحن وقت بلشنا سوق حتى رحنا حاولنا نكون يعني مثل ندخل بشراكة مع الناس السابقين، بس كان توجههم وطريقة تفكيرهم للإنترنت كتير قصير المدى، والإنترنت والإي كوميرس بالذات بده استراتيجية شوي طويلة المدى. فبالنهاية شفنا لا، إذا نحن طبقنا استراتيجية على الطريقة اللي نحن بدنا إياها كانت أفضل على المدى الطويل، وهذا اللي صار. طب ليه نجحتوا أنتوا محل ما هن فشلوا؟ So you learn from everybody's mistake، يعني بتتعلم من أخطاء الآخرين. فهن يمكن كان طريقة تسويقهم والمنتجات اللي عارضينها. الموديل للسوق شوي بيختلف عن نفسك. صحيح نحن عنا منتجات نحن منبيعها، وفي عنا عدد كبير من الشركات الريتيلرز بتبيع هي على الموقع، بس نحن كمان منصة للبيع. ففي أول يوم وقت الشركات كانت لسه بالنسبة إلى التجارة الإلكترونية ما أنا محبزة أو لسه ما شايفينا باستراتيجيتهم القصيرة، نحن فتحنا البيع كمنصة لجميع الناس. فصفى عنا عدد كبير من المستخدمين قدروا هن يستفيدوا كبلاتفورم على الانترنت ويقدروا يبيعوا منتجاتهم. أنا بالنسبة لي الإي كوميرس بيعرفون عملية تداول بين بائع ومشتري عبر وسيلة إلكترونية. أنا بطلع على الإي كوميرس بكلمات أخرى، بطلع عليها أنه هي opportunity وempowerment، فهي فرصة أنه أنت تستفيد من الإنترنت. والفرصة حقيقة هي للمشتري أنه يكون عنده، يقدر يأخذ سلعة بأسعار جيدة، يكون عنده خدمة الاختيار، ويكون عنده الكونفينينس أنه يقدر يشتري باللحظة اللي بده إياها. ونفس الوقت هي فرصة لأي شخص عايش بالمنطقة عنا أنه يقدر يخلق منتجات، ويقدر عن طريق التجارة الإلكترونية يستفيد أنه يقدر ينشر هالمنتجات ويوزعها لشريحة كبيرة من الناس باستخدام الإنترنت وللعالم بكلف تشغيلية كتير قصيرة. فنحن فلسفتنا كأنه we actually strategically نخلق منصة ونخلي المستخدمين بالوطن العربي يستخدموها. فهن كانوا بايعين، هن كانوا مشترين، ونحن علينا كان بالأول تنظيم العملية. مع الزمن تطور الموقع وصرنا نحن كمان نقدر، صار عنا المعلومات والبيانات، نعرف اين سلع مطلوبة والأسعار اللي لازم تنعرض فيها. فنحن كمان منسوق منتجات ومنبيع عن طريق موزعين والعلامات التجارية اللي بتوزع بالمنطقة. ونحن بالنسبة لنا بنفكر انه سوق دوت كوم لازم يكون البلاتفورم للوطن العربي. فصحيح في عنا بلاتفورم كتير قوية بمصر وعنا عدد مستخدمين كبار، بس we look at the Arab world as one Arab world and we will connect the Arab world، ونخلي الناس تقدر تاجر ان كان للسعودية او اي بلد تاني قبل ما نخلي العالم من برا تشتري من منتجات العرب وورد. ان بلد مثل مصر في كتير ناس من الشباب بيستفيدوا من التجارة الإلكترونية. عنا young entrepreneurship program للناس اللي بتصنع منتجات. فاليوم شفنا كتير ديموز لناس بيصموا تكنولوجي، بس في كتير ناس عندهم حرف يدوية، سيدات تكستايل اندستري. ففي كتير شركات صغيرة ما عندها القوة التشغيلية انه هي توزع بشكل كبير بالطرق التقليدية بمحلات ورأس مال وتفتح شورومز ومولز. فهي عن طريق سوق دوت كوم نحن بناخدهم وانكوبيت ديم وترين ديم هاو تو ماركت ذا برودكت، والسوق دوت كوم بيعطيهم الكاستمرز، يعني عدده كبير. فنحن مبدأنا مور ذا مول كونسبت.
طب كيف تطور الموقع او الموديل، كيف تطورت من وقت ما اطلقتوا الموقع لليوم؟ So very simple. بالاول we went to رحنا على البزنسز ونقول لهم يا جماعه الانترنت شغله مفيده وتجاره الالكترونيه تعطيكم مارجنز ويو كان سيل تو ماني بيبل سو بيبل ويزاوت ذا موديل. So when الشركات بالاول قالت انه الانترنت لسه باعه طويل، وفعلا اذا بتفكر من ناحيتهم كان عدد مستخدمين بالوطن العربي يمكن 12 مليون وقت فتحنا سوق. So the numbers were very small. فبالنسبه لهم الاوف لاين كاستمرز وير فيري امبورتنت. اليوم الوطن العربي تقريبا في احصائيات بتقول حوالي 100 مليون يوزر، سو البنتريشن للانترنت 35%، فهذا بيشكل شريحه كثير اول للشركات. فوقت الشركات بالاول كان تجاوبها بطيء، فتحناها لليوزر للاند يوزرز. فاستراتيجي بالاول كان وي انيبل اند امباور بيبل تو سيل اون ذا انترنت ان ذا عرب وورلد. ذس از ا بلاتفورم، ما لازم تخلق انت لوجيستكس، يو دونت هاف تو وري اباوت بيمنت، كيف تقبض من العميل. ماركتنج از فيري اكسبنسيف ان تيرمز اوف تو جيت تستقطب عدد كبير من العملاء. We enabled the platform. In time, when الكبر الموقع تقريبا عنا فوق المليون ومئتين ألف member بالموقع، وبيجينا 3 million visitor buyer that comes to the site، عدد جيد بالنسبة للمنطقة. البزنس اهتموا كتير بالبلاتفورم، بتحل مشاكل توزيع، بتحل مشاكل distribution، بتستقطب شرائح في مدن أخرى غير القاهرة مثلا، ممكن العميل يشتري منها بضائع، ففعلا بتحل مشاكل خاصة بالبلاد الكبيرة مثل السعودية وبمصر. فصار إقبال كبير للبزنسز، and we tailored the platform to serve businesses not just individuals. And that's why last week actually we were voted retailer of the year online, and the vote came from retailers. These retailers, we went to them a year or two ago, they doubted the internet. يعني شكوا إنه الإنترنت بتكون مجدية. نفس الريتيلر اللي هن بيج الكترونيك ستورز وبراند، they actually voted us as the online retailer of the year in the Arab world. طب بدي اسالك، انتوا بلشتوا بالاكشن موديل؟ يا بس تركتوها. ليه؟ So again in the beginning اليوزرز ما بيعرفوا اسعار المنتجات اللي بيبيعوها، فالبلاتفورم كانت ايكومرس بلاتفورم للانديفيدجوالز، فالانديفيدجوالز يو سيت ذا برايس سبلاي اند ديماند، ذاتس ذا موديل وين يو ار سيلينج وات ذي كول سي تو سي، يعني مستهلك لمستهلك، فالسعر ما محدد مثل التجار. As we moved forward we had to make a decision. وكل بزنس بالدنيا في شيء اسمه a pivot. You have to make a move to get to your end goal. When businesses بلشنا نحكي مع البزنسز and they really liked the concept and we were selling, يعني we would put a merchant on in 5 minutes they get an order. هن يكون عندهم website صار له سنة ما بيجيهم ولا order, and they've invested heavy amount of money in terms of building that platform on their own, but they don't have the traffic. So اضطرينا انه نحن نركز على platform. We feel the shopping model now with the internet being much faster, mobile, group buying, that whole speed. So the customer bid the product now, at this moment, at the price that the best price we can offer. So with all this, كان التوجه إنه نحن نسوي fixed price model for us is better. And sometimes we make difficult choices, but we think this was a great choice. Since then, the company has more than doubled, tripled, I think, and it's only been 11 months. طب سؤال للجمهور، how many people هون اشتروا شيء in an auction؟ Okay. How many people fix price? So that was the answer. How many people sold something online؟ شو الريشو تبع ال sellers to buyers اللي عندك؟ So we again we're an empowerment platform. عنا تقريبا 50,000 seller, but we have about million buyers. So double. So no, 50,000. So clearly always the sellers are less than the buyers, because in the Montegino 50,000 versus sellers last year, yeah. And about a million people who registered and so on. Not all of them buy, but a big percentage of them buy. So we're talking 20 times actually. Yeah, I mean that's natural, right? 20% of the community provide most of the product. Less actually, 5% of the community based on this number. 5% of the community. So we, I mean the seller program, yes, we go to businesses. It's just a whole different like way of inducting sellers. Okay, on the platform. Very interesting. هايدي منحكي فيها هلا بعد شوي. أحمد خبرنا شوي عن أطلب. سمعنا اليوم قصة أطلب. أنت إمتى مسكت أطلب وكيف تطور الموقع من وقت لليوم؟ هو بس انت محتاج تعرف الاول ان اطلب بدا سنه 1999 من 12 سنه تقريبا لما بداوا ايمن راشد ومصطفى شكري زي ما كان بيتكلم النهارده. خليني اقول لك بس اطلب بيعمل ايه. اطلب اتس ا فري سيرفيس فود اونلاين اوردرنج سيرفيس. احنا اي بي بيز بلاتفورم اكشلي، ما احناش ويب سايت اونلي دلوقتي، ما احناش ويب سايت. بدانا في مصر بس ودلوقتي بنشتغل في 5 دول.
منها السعودية والإمارات والبحرين والسودان. لما بدأنا في 99 كان الوضع مختلف تماماً عن دلوقتي. يعني when we talk about the e-commerce, يعني أنا محتاج أشرح لكم قصة صغيرة كده يعني حصلت من 12 سنة عشان تقولك إحنا كنا فين ودلوقتي بقينا فين. كان أول ميتنج ليا تقريباً مع أول كلاينت في outlook.com, وبعدين أنا كنت جاهز بالبرزنتيشن, كنت very excited إن أنا يعني أخلي الراجل يوافق إنه يحط المطعم بتاعه على outlook.com. وقعدت وقت طويل جدا بحاول اشرح له ايه هو اطلب وازاي بيشتغل وازاي هزود السيلز بتاعته والكلاينتس بتاعته. ف يعني at the end of the presentation انا بقول للراجل طب لو عندك اسئله يعني please share it with me يعني عشان اجاوبك عليها. فالراجل كان متحمس جدا ان هو يسال سؤالين بصراحه كانوا يعني جامدين عليا جدا ما عرفتش اجاوب عليهم. اول سؤال قال لي هو فين مبنى الانترنت. تاني سؤال قال لي انا هطلع الانترنت الساعه كام. فبصراحه يعني I received يعني the questions like a gunshot on my head. يعني ما عرفش اقول للراجل ايه, بس يعني جاوبت يعني I couldn't stop myself of answering. يعني هو مبنى الانترنت في العماره اللي جنب سنترال رمسيس, وانت هتطلع الانترنت كل سبت وثلاث بعد 12 الساعة 9. كويس محضرها من امتى هيدي النكته؟ اسبوع من ساعه ما قلت لي تعال. بس على فكره دي حصلت فعلا, دي حقيقه, ده في اول ميتنج ليا حصل. ما يعني مش انا اي دونت كليم ثينجز ذات ديد نوت هابن, يعني لا حصل فعلا. بس ساعتها يعني انا فهمت ان هو it takes more than to be a funny and handsome to win a client وتاخد منه فلوس when it comes to an e-commerce business. يعني وفهمت ساعتها ان انا محتاج اعلم الكلاينتس بتوعي يعني ايه الانترنت وازاي بتشتغل وايه الاستفاده اللي ممكن يستفيدوا منها, وبعدين بريزنت outlook.com وازاي بتشتغل وايه الاستفاده. على مدى السنين اللي فاتت دي كلها لو احنا كنا يعني كنت disappointed من الاول من البرسبشن بتاع الناس ناحيه الاي كوميرس, انت لو قدرت يعني لو عايز اقول لك دلوقتي احنا في خلال ال 12 سنه قدرنا نعمل 2 مليون اوردر جم من 500 الف يونيك يوزر. اوكي دلوقتي كل 100 موتوسيكل بيعملوا ديليفري في شوارع القاهره 5 منهم واخدين اوردرز جايه ثرو اطلب رايحين للناس. عندنا السيلز فيجرز بتاعتنا بتشو ا جروث ريت اوف 100% ان ايتش يير وي هاف بين ان اوبريشن اند وي انتسيبيت ذيس جروث يعني جروث تو كونتينيو ان شاء الله. ان 2010 بس كان عندنا 150 الف واحد جعان قدروا يعني قدرنا ناكلهم نوصل لهم الاكل لما استخدموا outlook.com ودفعوا في الاكل ده 30 مليون جنيه في ثرو outlook في سنه واحده. فالفكره في ان اساتذتي كانوا بيتكلموا قبلي طبعا ايمن راشد وطارق علي عن ان هو outlook ما كانتش بالاهميه دي زمان او كان البيزنس موديل ما كانش ده efficient يعني, بس بالعكس تماما. دلوقتي انا محتاج اقول لك ان احنا مش بس بندي لليوزر تول زياده ان هو يقدر يوردر بيها بشكل اسرع واسهل. المطاعم كمان احنا بالنسبه لهم دلوقتي بنمثل لهم حاجه كبيره جدا, يعني كاجوال دايننج ريستورانتس ان بارتيكولر, يعني احنا بنجنريت لهم لايك اراوند 50% اوف ذير سيلز. ده انت بتديهم كده برانش زياده من غير ما يدفعوا فيه. وبقيه المطاعم الثانيه او حتى كل المطاعم احنا ديجيتال ارم بتاعتهم. يعني فور اكزامبل ماكدونالدز الاوفيشال ابلكيشن بتاعهم بيسد اون اور بلاتفورم اكشلي موبايل بلاتفورم. بيتزا هات وكوك دورف ان ذير اوفيشال ويب سايت دي يوز اور بلاتفورم از ذير اوردرنج انجن اند سو اون. ما بقينا ما كناش دلوقتي كنا زمان برضو اطلب بس تقدر توصل لنا عن طريق اطلب بس, دلوقتي بتقدر توصل لنا عن طريق MSN فود شانل, عن طريق مصراوي فود شانل, يلو بيجز اوفيشال ويب سايت 140 اونلاين, ودلوقتي بنعمل انتجريشن مع المصري اليوم اظن كمان عاصم بيشتغل معايا في الموضوع ده دلوقتي, والاهرام كايرو دايننج كايرو 360 فاي مين ان لا الموضوع اختلف زمان يعني تماما عن زمان. اوكي وبعد الدليفري طب خلاص انت وصلت الاكل بقى لكل العالم بمصر وبعدين يعني هو الناس ما بتبطلش انت محتاج لا انت يعني انا محتاج اقول لك ان الناس انا محتاج اقول لك بس انه يعني البيزنس موديل يعني اذا عم تفكر فيها انه انا وصلت عم وصل انا اكل كم واحد من
كم شخص عم تقلي how many out of how many orders؟ يعني السنة اللي فاتت كان في 150,000 واحد طلبوا اوردرز، بس انت محتاج تعرف ان ال 150,000 واحد دول بيمثلوا 20% only، لان انا كل خمسة بيقولي على الويب سايت واحد منهم بيروح يوردر والباقي بيستخدم الاربعة بيستخدموا المينيوز عشان يشوفوا هم هيطلبوا ايه بيطلبوا بالتليفون كويس. ففي 150 actually ordered وفي تقريبا 600,000 واحد كانوا بيستخدموا المينيوز عشان يروحوا يشوفوا حاجات يتصلوا بالتليفون من بره. Is this similar for you guys؟ انتوا عم بتشوفوا هالارقام يعني انه 1 out of every 5 people عم بيطلعوا على ال window shopping تنقول؟ So price comparison يعني مقارنة الاسعار على الانترنت واردة. People want to check the prices. One of the value proposition يعني واحدة من ميزات الانترنت انه بتقدر تقارن اسعار وبسهولة تقارن منتجات. ففي نسبة كبيرة من ال users طبعا، والنسبة طبعا as people adopt more e-commerce people will just buy. Hello. ايوه اوكي. بص هو دي طبيعية، الرقم مش موجود بالنسبة لنا احنا عندنا visitors. هل فيزيتر كان جاي عايز يشتري ما اشتراش بعد ما اتفرج عندنا نزل اشترى من السوق ولا لا؟ ده سؤال صعب علينا ان احنا نجاوبه، ولكن دي مرحلة طبيعية جدا في تطور التجارة الالكترونية في اي حتة في العالم اما ابتدت فيها، سواء امريكا واوروبا او سواء دول نامية زي امريكا اللاتينية والهند وجنوب شرق اسيا. طبيعي ان العميل بيجي بيشوف طيب انا الاول بعمل ريسيرش او بعمل بحث عايز اعرف مقارنة المنتجات، السعر حاجة، السبيكس بتاعت المنتجات حاجة تانية، طيب انا عايز اشتري، لا انا يعني لازم امسكه في ايدي كده واعرف واشوف بني ادم اما يبوظ اجيبه من قفاه، فيعني دي حاجة مهمة جدا. طب لا انا هنزل اشتري من المحل، المرة التانية هنزل اشتري من المحل، المرة التالتة نفس القصة، لغاية اما اول مرة يشتري المنتج ويلاقي لا ده المنتج جه بجد وهو هو الصورة طلعت زي الحقيقة وفعلا الحاجة وصلت. فدي مراحل في تطور التجارة الإلكترونية طبيعية جدا، واحنا متوقعين ان احنا هنعدي فيها. في عندنا عملاء فضلوا يزوروا الموقع كتير وبعد 6 اشهر عملوا اول عملية شراء، وبعد سنة عملوا اول عملية شراء. انا مرة كان في كلام مع عميل بقاله سنة ونص بيدخل على الموقع، يعني هو قال لي كل يوم بس ممكن يكون بيجاملني، هنقول بيدخل مرتين في الاسبوع لو قلنا انه بيجامل، وبعدين عمل اول عملية شراء. فدي عملية طبيعية جدا وتطور طبيعي جدا للحاجة الساعة. طب تنحكي عن الاستراتيجيات اللي عم تستعملوهم لتشجعوا يا للعملاء تيشتروا او تيبيعوا، شو الاستراتيجيات اللي عم تستعملوها؟ يعني how do you sign these guys up؟ احنا بالنسبه لنا الـ 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 الموردين بقى مش العملاء، الموردين هم الوكلاء بتوع المنتجات. الموديل بتاعنا ما بنشتغلش مع محلات، ما بنشتغلش مع بياعين في البيت، لازم يكون المنتج اصلي ومن الوكيل بتاعه. فدي بتحتاج انك بتقابله شخصيا وبتعمل معاه الاجريمنت وبتشوف المنتجات بتاعته، تتاكد ان الشركه مظبوطه، ان المنتج ده لما يبوظ كمان سنه من العميل ده عنده مركز خدمة معتمد من الشركة المصنعة عشان يقدم له الخدمة. دي يعني دي الحاجات اللي بنتكلم معاه فيها. انا بالنسبة له بعتبر زي ما قلت في اول محل بس على سلكة، يعني هو بينزل اوريدي يحط منتجاته في محلاته، فبيبقى الكلام معاه انا محل تاني، انسى فكرة الانترنت والخيال العلمي والكلام الظريف ده كله، لا انا محل بس على سلكة، فانا هدخل في السيستم بتاعك مع شوية تغييرات ازاي نقدر احنا نخدم العميل بتاع الانترنت احسن لانه ممكن يكون مختلف. طب بس كيف تقنعه؟ انت رايح عند واحد كيف بتقنعه؟ لا هي بتعطيه ديسكاونت، بتعطيه رشوه، بتعطيه شوف. لا هي ابتدت في الاول انه لازم تكون تعرفه. فالاول عشان كده هنا اهميه الاصدقاء. يا جماعه مهمين قوي. اول ناس هيثقوا فيك او هيحاولوا يساعدوك وانت بتبتدي حاجه جديده اصحابك. او الناس اللي في علاقات بينك وبينهم نتيجه شغل اشتغلته او كنا في الجامعه او تعرفه عن طريق ابن خالك بنت عم صاحبك اي حاجه، فهيخدمك ويقول لك طب ماشي خد المنتج اعرضه عندك. اما بتعرض اول واحد ويبيع اول منتج بيبتدي يبقى عندك قصه تحكيها للتاني، انا عرضت ده وده باع، فتبتدي تقول له اهو ابتدى يبقى في حاجه بتحصل. الاول راح بيبقى صعب، بس بعد كده التاني، طب التالت، طب ابتدوا 2 3 حطوا الحاجه، طب منافسينهم ابتدوا يشوفوا حاجتهم يقول لك وانا كمان، مش معنى انا. طب بس هيدي very very unstructured،
يعني حاطت انت ريفيرال بروجرام، حاطت شغلي انه مثلا انا اذا بعت بقدر شجع رفقاتي يبيعوا، بقدر يعني الموديل عندنا شركات. هرجع لك في النقطه دي. فالنهارده انا بتكلم في مصر مثلا 6 أو 7 شركات كبار موزعين الكمبيوترز. انا عايز الست او سبعه الكبار دول، وعايز 6 7 موزعين، مش عايز 60 70 محل كمبيوتر يجي يحط حاجته، او 60 70 مستورد. يعني ما عنديش، احنا ما عندناش الفلسفه ودي حصلت لنا. في واحد يكلمنا يقول لنا انا جايب كونتينر لابتوبات ده اللي سعره هايل من امريكا وارخص من السوق، هديكوا سعره. ما حصلش. اقول له ثانك يو فيري ماتش، متشكر، انا ما بشتريش غير من الوكيل، لان ما عنديش استعداد ان عميلي في يوم من الايام اللابتوب بتاعه يبوظ، يدخل مركز خدمه بتاع الدل يقول له اللابتوب ده مش عن طريق الوكيل وما اقدرش اعمل لك خدمه ليه. فاحنا الموردين عندنا في المجالات محدودين، فاحنا مش ما بنبصش على السوق كله. لو قلت مثلا في مجال زي الاجهزه المنزليه، هم برضو 6 7 شركات بيحطوا بيستوردوا الماركات الكبيره، هم 6 7 شركات دول هم اللي احنا عايزينهم. احنا بنتكلم في منتج من وكيل، بس الفرق بقى بيبقى ايه؟ ان انا ما بروحش اخد من واحد منتج، انا ممكن ادخل اعمل اجريمنت مع وكيل، الوكيل ده عنده 8 ماركات عالميه، كل ماركه فيها 40 موديل، كل موديل فيه 3 فرايتيز، فانت دخلت على وكيل عملت اجريمنت مره، عندك 600 700 منتج اتحطوا على السايت. طب روني، انتوا ما بتعملوا هيك؟ سو نحن اولا وورد اوف ماوث، وي ار بيجست ريفيرال سكسس. وقت واحد ببيع على الانترنت وبنجح، سم هاو ذا ريليفنس اوف ذا اوبورتونيتي كرييتس ذا فايب، اند ذس از هاو اي ثينك انترنت كومبانيز ورك. سكسس برينج سكسس. فوي لوك ات سبلاي، كيف عم بيجينا البرودكتس today on سوق في تقريبا 250,000 منتج. If people were not successful, they will not invest the time to actually onboard the content to work with you. So they, مثل ما حكى شريف, they maybe try you. If it's working, then they'll invest with you and grow the content and selection. So really, that's the driver. But of course, in any business, you have teams, you have KPIs, you have a structured sales organization, you have CRMs, and you go after and you develop your business. بس انت الموديل تبعك versus Sharif's model, انه انت you're going after the small seller. So we do both. We have the biggest distributors, we have the brands, and we have actually, we do not want to lock people out of the platform if they adhere to the standards of the platform. So we protect the buyers, and at the same time they have a certain عندهم ستاندرد معينه لازم يقدروا يكونوا هن بتواكبوا معه ليتموا على الموقع. احمد، رجعنا لك بالسؤال نفسه، بعد الفود ديليفري شو فيه؟ هو اوكي، انت عايزني اجاوب على بعد الفود ديليفري في ايه، ولا اجاوب ازاي انا اقدر اجيب، لان انا انترستد ان انا اجاوب ده كمان. اتفضل. طيب خليني اقول لك على حاجتين. بعد الفود ديليفري انت عارف، يمكن انت مش عارف، ان احنا في الاول خالص سنه 2002 كنا بدأنا نزود شوية برودكتس جنب الفود على أطلب. كنا بدأنا نحط فلاورز، ويو كان يعني ساعتها كنت تقدر ترنت فيديو تيب زمان وتقدر تشتري الدواء بتاعك. بس at the second point of time لقينا ان الراجل اللي داخل جعان على أطلب ده هو عايز ياكل ومش عايز حاجة تانية تشغله. وانت يعني عشان تديل مع راجل جعان مش عايز تخليه هنجري ان انجري كاستمر، لان بروبلي هو هياكلك لو ما اتأخرت عليه يعني. فشلنا ده خالص، عملنا حاجة اسمها أطلب ستورز. بدأناها برضو شوية في 2004-2005، بس يعني ما كانتش حاجة معمولة بشكل صح، قفلناها. وفي 2009 طلعنا بحاجة اسمها أطلب مول، and we're still يعني working on the improvement of the website. We have a plan ان احنا في 2012 نعمل منه حاجة كويسة عشان نقدر نكمبيت مع two giants اللي قاعدين جنبي يعني. غير كده لا بقولك العفو، احنا صغيرين جنبكم. بس غير كده التطور الطبيعي لحاجة ساعه زي ما شكيب قال، ان انت زي ما بتشتغل في الـ في الـ في الاكل، محتاج تدخل على حته السوبر ماركت، ومحتاج تدخل على حته الجروسريز والفيجيتابلز والفروتس. ف جاست يو ماستر ذا اكسبيرينس اوف يعني او جين ذا اكسبيرينس اوف ماستر ذا بروسس اوف الاوردرنج اونلاين اوردرنج، فانت تقدر تريبليكيت يور اكسبيرينس ان ديفرنت سيميلر برودكتس. فاهمني؟ دي حاجة. أنا I love this idea and حلو. I think وعمبر by the way is a big fan of كل شيء اسمه e-supermarket. I think إنه في مجال كبير بهذا الموضوع. في startup مصرية عم تشتغل بهذا الموضوع. أعرف. شو اسمه؟ أكله خضار وفاكهة. لا توصد. في واحدة تانية بعرفها ناسي اسمها. حدا بيعرف؟ ناسي برضو. اسمهم؟
السوق السوق دوت كوم يس السوق دوت كوم يس يس طبعا انا عارف بس ما كنتش اقول يعني طب نحكي عن اللي في بالاردن شركه اسمها خضارجي دوت كوم اوكي انترستينج دوينج فيري فيري ويل طب نحكي عن البروفايل تبع اللي عم يشتري من عندكم percentage of women versus men so we have apparel عنا is a very big section so it's I would say it's about 40 60 60 male 40 female wow. which is kind of very interesting yeah so fashion is big and we have a lot of selection of products so and this is the future I mean women are shoppers so السيدات بتسوقوا هن انا decision maker a lot of the products electronics is different so if you sell electronics it's very and I see that there's a difference between the two so electronics you price the technical specification and all that a woman looks at the brand the price may be as important selection is very حبيتها I buy it so it's like a different buying impulse interesting احنا عندنا الارقام بتقول انهم 50-50 ولكن انا مش واثق في الرقم ده لان احنا اكتشفنا حاجه ان الستات ساعات وهم بيشتروا بيحطوا اسم جوازاتهم احنا اتكلم استاذ محمد الاقي صوت واحده ست ايوه انا اللي حاطه الاوردر طبعا حضرتك ليه مش حاطه اسم جوازات بس يعني ما سالهاش السؤال ده فتوقعنا انه زي ما رونالدو بيقول انه ناحيه الستات اكتر غير ان بس احدى الحاجات اللي اتعلمناها انه الست بتحب تحط اسم جوزها عشان لو حصل اي حاجه هو يترمي في السجن خلاص مش مهم بقى she's using his credit card so that's good طب احمد الجوعانين مين احنا عندنا مسطع بيجيبه جدا ان احنا عندنا نسبتين 60 40 ما بين حاجات كتير قوي ودايما في نفس الحاجه يعني يعني رجاله 60 ستات 40 مصريين 60 اكسباتريتس 40 فاست فود 60 كاجوال دايننج 40 يعني يعني كلها بتروح في نفس الحته يعني اوكي طب انا في سؤال بعد واحد من عندي بعدين حنخلي الجمهور يسال أوكي. شو عم تعملوا بخصوص السوشيال والموبايل فيتشرز بالسايتس تاع عندكم بلش من عند روني سو نحن عندنا بروجرام اسمه The Deal of the Day فعرض اليوم and we send emails and نسبة كتير كبيرة من الايميلات بتنفتح على الموبايل و this is becoming a habit so having a mobile strategy for every internet company I think كتير مهم be it e-commerce or none and دخول ال 3G services to the region with traffic اللي نحكى عليه اليوم with some of the presentation is clearly another value so this is very important as a strategy. We're working on developing applications. We just launched something locally. I know we believe also in localization. So like the whole knowing your location mobile. So we have a small car section and a real estate section in Egypt. And we piloted the first mobile app on it. And it's been downloaded a lot. You know the location of the person. You know the location of the apartment. So mobile gives you an extra edge in location. That now some browsers on the internet gives you that. I think Chrome gives you location, but that trend is a lot easier on the mobile. Souq has a mobile app. If you have a mobile app, shopping is not yet on it. We're going to add shopping to it. Okay. Nifsek has a mobile app? No, we don't have a mobile app yet. We're looking at this. We know mobile is coming. But mobile, when we look at it, there are two mobile devices. There is a mobile phone, and there is the new pad thing. Having a separate application is a different thing. But being able to buy on the normal pad is like buying on a PC or on a laptop. Sorry, in English. يمكن أنا علي أنا سألت السؤال بالإنجليزي. That's فكرة الموبايل الموبايل هتيجي. ال بيتشيك الإنترنت من على الموبايل بيبقى يا إما من على الموبايل بتاعه يا إما من الآيباد أو الفيو باد أو أي باد اللي عليهم أندرويد أو أبل أوبريتنج سيستم. دول انا بالنسبه لي بعتبرهم لابتوب وهو ده مستقبل اللابتوبس وده متوقع في المستقبل ده هيبقى مستقبل لابتوبس فانت الويب سايت بتاعك بيتحول اوتوماتيكلي في البراوزر بتاعه انه بيقدر يشوفه كون عندك ابلكيشن مختلفه لا دي احنا لسه وشايفين انها هتيجي بس مش شايفين انها بكره لانه في واقع التجاره الالكترونيه لسه بتبتدي ده واقع الانترنت انفجرت في اخر 3 4 سنين بس ده واقع الناس في وقت عقبال ما تتعلم الكلام ده او انها تتعود عليه مش تعليم سهل بيقدر يشتريه لكنها تتعود عليه هتاخد وقت فالنهارده احنا مركزين اكتر على population مثلا في مصر النهارده بنتكلم في 25 ل 26 مليون مستخدم انترنت
ومجهزين روحنا لما استخدام الموبايل يكون بيزيد في الكوميونتي بتاع مصر. ممكن يكون كمان 6 اشهر، ممكن كمان سنه، ممكن يكون كمان سنتين. دي ما يتهيأليش في عبقري ممكن يقول لك هتحصل في الميعاد الفلاني، مش موجوده، هي بتحصل وفجاه بتنط. فاحنا واخدينها ستيب باي ستيب. فكره ان احنا نعمل ابلكيشن، الابلكيشن دي بيبتدي الاحتياج ليها اما يبقى المستخدم خلاص اتعود انه بيشتري اونلاين. لانه مهما كانت الابلكيشن قويه فيها حدود او ليميتيشنز انها توريك المنتج بكل طرقه بكل اشكاله بكل سبيسيفيكيشنز بتاعته مواصفاته ايه، اقدر اقارنه بمنتجات تانية. عاده استخدام الابلكيشن بيبقى ان انا خلاص متعود ان انا بشتري من هذا المكان وببقى ريكورنت باير، راجع بشتري تاني. ده اغلب المستخدمين ليه، لانه مفيش مستخدمين جداد كتير بيبتدي الاكسبيرينس الاولانيه بتبقى او ده اللي احنا شفناه سوفار، الاكسبيرينس الاولانيه بتاعته على الموبايل وبقى عميل وبقى مبسوط جدا. لا، هو محتاج الاكسبيرينس كلها بكل الفيتشرز بتاعه السايت. في المستقبل هيبقى في موبايلز، هيبقى في موبايل ابلكيشنز، احنا عندنا دي موجوده في الخطه، ولكن هي مش بكره بالنسبه لي. طب خبرونا لما تعملوا. على فكره احنا جالنا عميل من لبنان قبل كده. والله بس في عندك انت شخص من لبنان كريم ابي صالح بيقول لك موبايل از نوت كومينج، موبايل اوريدي كام. موبايل از دير، بس انا بتكلم انك موبايل ويبقى فيه ترانزاكشنال بيز. انترنت واز اولويز دير، انترنت طول عمرها موجوده وناس بتستخدمها من سنه 2000. بس احنا شايفين هيوج ديفرنس ما بين الكونتنت بيست سيرفيس والترانزاكشن بيست سيرفيس. الترانزاكشن بيست سيرفيس مختلف تماما. النهارده لو اتكلمنا سايتس اللي فيها كونتنت زي سايتس الاخبار، زي سايتس السوشيال ميديا، السايتس دي كلها عدد الفيزيتورز وعدد الانتر اكشنز بتاعتها ممكن نقول انها اعلى من اعلى النسب في العالم. ولكن لو اتكلمنا الترانزاكشن بيست سايتس هنلاقي ان الكونفرجن ريتس بتاعتها في انا بالنسبه لي بتكلم على ارقام مصر، ما اعرفش على بقيه الميدل ايست، ممكن رونالدو يساعدنا فيها، اقل من بقيه العالم. فايتس فاكت ان الكالتشر عندنا او الثقافه ان الناس تعمل ترانزاكشن على الانترنت لسه بتتبني. احمد انت عندك موبايل سايت، موبايل اب قصدي. احنا عندنا يعني بيج موبايل يعني app. عندنا يعني ربنا يرحمه سيت جوبز عندنا ايفون ابلكيشن، وربنا يخلي بيل جيتس عندنا ويندوز ابلكيشن، وربنا يخليكم كلكم عندنا بلاك بيري ابلكيشن. يعني اندرويد عندنا اندرويد وعندنا سيمبيان تاتش ونون تاتش. ستيل اي ثينك وي ستيل هاف ا لوت تو دو نوكيا عن نوكيا سيمبيان تاتش ون وي كول سيمبيان يعني ف بس يعني ان اوردر تو انتجريت بروبرلي وذ الموبايل والسوشيال نتوركينج او السوشيال ميديا يعني اي ثينك وي ستيل هاف مور تو دو. يت انت ممكن تو اوردر يوزينج تويتر، يو كان فولو اطلب اوردرز وبس بتبعت دايركت مسج بالموبايل نمبر بتاعك وواحد من الكول سنتر عندنا بيكلمك ياخد منك الاوردر ويبعته لك. هذه اونلاين هيدي اوردرينج فيا تويتر لايك ذس. دي اللي انا كنت عايز اتكلم فيها لما انت كنت بتقول لي انت ازاي هتقدر تزود انا مش ناسيه وهجاوب ماشي. حاجه ثانيه تقدر تاوردر ثرو يور بلاك بيري ماسنجر، برده بتعمل نفس الحاجه، بتاد اطلب اكاونت وبتقدر برده تبعت الموبايل بتاعك وحد بيكلمك يمشي في نفس الاكسبيرينس يعني. ارجع اجاوب نفس السؤال اللي انا ما جاوبتوش عشان انا هي الفكره كلها. انا يعني وجهه نظري ان احنا في الاي كوميرس سبيسيفيكلي يو هاف تو بريدج ا جاب بتوين ذا اونلاين اند اوف لاين كوميرس، بمعنى ان احنا لازم نفيل الجاب دي باي بريدجينج باي بيلدينج ا بريدج اند وي شود ووك ذا بريدج توورد ذا كاستمر، بمعنى ان انت تحاول بقدر الامكان تو كرييت استراتيجيك ميثودز او كرييتيف استراتيجيك ميثودز اكشلي to associate your brand with his ordering habits. حاضر. معلش الحته دي انت فاهم اوكي عربي ايزي اوكي. فانا شايف ان هو لازم تديله اللي هو متعود يعمله، اتليست مره او اثنين وثلاثه. then suddenly انت هتقول له طب تعالى جرب السيرفيس بتاعتي اللي هي اونلاين، وبعدين ساعتها بيجي دورك ان انت تكونفنس هم ان يور سيرفيس او ذا اونلاين سيرفيس is much easier than his traditional way, reliable, takes less time, cost efficient at the same time. ده
في حاجة الماركتيرز أو صورته في الماركتيرز بيسموه apparent conditional attitude. أنا عايز أروح ليه أنا بفكر في ده؟ لأن أنا عندي هوس في نفوق يعني زي الناس بتقول إن كل خمسة واحد بيروح يأوردر والأربعة التانيين بيتفرجوا على المينيوز وبيمشي. however it's very easy to order through outlook.com وI provided a lot of methods. عم تعالى through Twitter, تعالى through mobile application. أنا مثلا بعد ما عملت ده كله جبت واحد, فالتلاتة الباقيين مش هسيبهم, هروح لهم عشان associate البراند بتاعي with their orders, ordering habits زي ما قلت يعني. أنا خلصت إجابة. سوري يا أحمد, بس الجواب للجمهور مش لقلي, فأنت أوكي. أنا بدي بس هأخذ سؤالين من الجمهور لأنه أخرنا شوي بالحديث, فا أوكي. It's gonna be one and two. بس بدي أطلب منكم إنه keep the answers قصيرين. محمد الزهيري, انا سؤالي شريف, انت بتقول الموبايل ابس, عشان كان في كلام كتير على تويتر على الموضوع ده, في ناس كتير بتقول ان your next customer مش هيبقى customer on the PC. actually في الايمرجينج ماركتس ممكن ما عمره ما يشوف بي سي, ال first computing experience بتاعته على هتبقى على تابلت cheap tablet او موبايل فون. ف يعني انتوا حاطين ده في الاستراتيجي بتاعتكم, ده بالنسبه للجزئيه دي. الجزئيه الثانيه الديزاين اوف يور ويب سايت, انا ام ا بيج فان اوف ذا ويب سايت, بس الديزاين يو هاف تو دو سمثينج اباوت. ثانك يو فور ذا فيدباك. ده جزء من ال10 مليون جنيه اللي احنا خدناهم هنستعمله في الحته دي ديفينتلي. يس, بص اي اجري معاك 100% ان وده اللي انا كان بوجهه نظرنا انه اللابتوبس هتختفي وهتبقى بادز. وعشان كده انا في الاول فرقت بين حاجتين, ان الكاستمر يوردر من على موبايل ديفايس او يوردر ثرو ا موبايل اب. في فرق بين الاثنين بالنسبه لنا. through a mobile device انت النهارده على الايباد او على الـ اي اندرويد بيزد تابلت بتفتح البراوزر, بتفتح نفسك دوت كوم, يو هاف ذا فول اكسبيرينس, وهو ده اللي احنا عايزين الناس تبتدي بيه. لو انا النهارده عملت لك موبايل ابلكيشن هتبقى واتيفر بقى الديفايس بتاعها ايه, يوجوالي هحاول اليمت الاوبشنز اللي بتطلع لك فيها على الشاشه بتاعه الموبايل والفيوابيليتي بتاعتها عشان تبقى واضحه. احدى الادجز اللي احنا شايفينها دلوقتي وعايزين الكاستمر يعدي فيها انه ما يفتح البيج يقدر يشوف 20 50 برودكت, يدوس يقدر يشوف صور كتير, يشوف سبيكس كتير. فعشان كده بقول لك احنا مفرقين ما بين انه حد يوردر من على موبايل ديفايس وحد يوردر من على موبايل ابلكيشن, وهو ده الديفرنس بيننا. فعشان كده بقول ايه, احنا على موبايل ديفايس النهارده الموبايل ديفايس عملت لنا خدمه انها اتطورت كفايه ان البراوزرز بتاعتها بقت فول براوزرز, فاحنا مش محتاجين نعمل حاجه عشان اوصل لفول براوزر. انا التليفون بتاعي اندرويد, اما بفتح نفسك دوت كوم بفتحه على براوزر عادي وبكبر الشاشه. انا بيرسون اما اجي اوردر عايز اسيرش وادوس وابص على الكاتيجوري دي, اي نيد مور. حته ان ابلكيشن وذ ليميتد انفورميشن تو ذا كاستمر, ذاتس وات وي سي از سكند فيز, اللي ممكن تاخد وقت, اللي هو بيبقى الكاستمر الريكورنت اللي عارف هو عايز ايه, اللي عنده ويش ليست على السايت كل عايز يعمله انه يدخل او يجيب معلومه واحده ويطلع. احنا لسه عايزين الناس تقضي دقيقة واثنين وثلاثة وخمسة وعشرة وعشرين دقيقة على السايت بيلف ويشوف what is it about السايت اللي فيه الكونتنت بتاعه, مش بس اخبار ومش بس سوشيال ميديا, لا في ترانزاكشن بعملها وبدفع فلوس عشان يوصلني حاجة. فانا اجري معاك على حتة الموبيليتي, الناس ممكن ما تشوفش كمبيوتر في المستقبل, ويمكن دي كانت شغلانة ليا قبل كده ان احنا يعني كنا بنقول ان مستقبل الكمبيوتينج في العالم مش هيبقى فيه كمبيوترز ديسكتوبس ولا لابتوبس, ولكن الفكره في هل هي ابلكيشن ولا هيقدر يشوف الفول فلاج سايت فيرجن على موبايل ديفايس. فاي اجري معك في النقطه. سؤالين صغار بس. انا ما انتبهت بسرعه, انا ما انتبهت اطلب حيفتحوا اطلب مول موقع جديد ولا من نفس اوريدي موجود موقع جديد غير اوريدي موجود غير اطلب غير اطلب في اطلب مول دوت كوم. السؤال اطلب لسوق, ليش فتحت موقع ثاني غير اطلب مع انه عندك ترافيك اوريدي موجود في اطلب؟ يعني كان ممكن تستفيد من نفس الكلاينتس اللي معك في اطلب تسوق لهم منتج ثاني. سوق برضو فتحوا سكر, ليش فتح سكر مع انه سكر يعني كونسبت ثاني يعني براندز وكذا, بس كان ممكن تستفيد من الترافيك الاوريدي موجود معك. السؤال الثاني بسرعه, في سوق في كانه الدفع عند الاستلام, هل في فيك اوردرز, كم حجمها, how to handle it,
COD يعني دفع عند الاستلام is definitely a payment method for early adopter markets. As they get more trust, بيصير بدفعوا بالcredit card. So you have to go through a process to clean some orders out before you send them. But it adds يعني بتزيد شوي درجة بالصعوبة بالنسبة للpayment. بس أنا بأمن إنه لازم توفر الخيارات ومثل ما شفنا ببقية البلاد اللي سوق فيها صلوا مدة أطول. النسبة الكريدت كارد مع التراست وزيادة الطلبات والثقة بالموقع بتعلى طبعاً الكريدت كارد أسهل وإلكترونيك nobody touches money فالفلوس ما بتتداول بالأيادي والعملية كتير بسيطة وأهين ما أن تدفع كاش on delivery بس إذا المستخدم أول مرة عم بيشتري على الإنترنت ومتخوف إنه هو يتصلل المنتج إلا ما يصلل المنتج COD is a great way for them. So في عنا تكنولوجيز معينة نحن تتعلم يعني you learn on the side أي process وأي حدا عنده موقع بيشوف المعلومات والداتا اللي عنده ولازم يطور بالموقع ليحل الأمور اللي ممكن تواجهك عقبات إن كانت بسيطة أو عالية ففي عنا أدوات وtools بالorder management كيف نحن بنسوي processing للorders it handles هالbehavior إذا كان الorder valid ولا مو valid على الانترنت بس طبعا في نسبة ناس تطلب item إذا بتتأخر عليهم بالdelivery يمكن يقدر يغير رأيه for me this is good customer service we take the منتج back و it's the customer the buyer مثل ما هو راح المحل تفرج قال لك اوكي بدي اروح على الكونتوار وبعدين قال لك انا ما بدي ادفع هلا خلاص I don't want the order so but it adds complexity because يعني عم تشحن المنتج بس I think this is okay you live with it and as the market will trust بالبراند تبعك بعلى you will be able انه تستقدر تستفيد من طرق دفع الكترونية اكثر بس سؤال سريع كم شخص هون اشتروا شيء دفعوا بالكريدت كارد كم شخص اشتروا شيء دفعوا كاش اون ديليفري انترستينج بس يمكن احنا مش السوق سو في عندك كمان بلاد بالخليج they even they don't want to use credit card يعني it's conceptually كم واحد اشترى من موبايل سو نحن قلت لك من الموبايل it's a lot less iPads thank you for proving my point اوكي ذا لاست جاست ذا كويشن طيب خليني انا هجاوب معلش على سؤال حضرتك بسؤال لو انت جعان وماشي في طريقك رحت المطعم بتوردر واقف في الكيو عشان توردر فور اكزامبل من ماكدونالدز لقيت ماكدونالدز جايبين لك واحد واقف بيرفيومز واحد واقف بموبايلات بيقول لك حضرتك في موبايل وفي بيرفيوم اكيد مش هتبقى مبسوط انت رايح عشان تاكل احنا كان ده عندنا اوريدي ده كان عندنا اوكي ده كان موجود عندنا بس احنا في حد يمكن كمان قاعد هنا بصراحه يعني كانت فكرته كانت فكره عظيمه تامر عادل قال يا جماعه احنا ما ينفعش نعمل ده احنا هنشيل الكلام ده خالص لان المفروض الراجل الجعان مش عايز حاجه تانية في خلال شهرين تقريبا الاوردرز ضربت في 3 كويس فذاتس واي احنا شلنا الموضوع بليز يعني بليز ف ازاي بقى استفيد من الترافيك دي ليها طرق كتير تانية خالص يعني لو انا مش قادر استفيد من ترافيك اجيبه من على ويب سايت لويب سايت تاني بتاعي فانا هيبقى عندي مشكله استيل يو كان يعني هاف ذا ادفانتج اوت اوف ذيس ترافيك يعني انا جاوبت السؤال حبيبي افندم يعني ممكن يعني سكر معنا بالجروب و اتس يعني مركزه على الفاشن واللايف ستايل والاكسبيرينس تبعها الموديل تبعه is called the shopping club. So shopping club بيكون you have to be a member وبتجيك عروض معينة إذا أنت مشترك بالmembership. فطريقة الشراء والتعامل مع الorders يختلف عن سوق. نحن سوق we wanna ship next day. It's not a deal base. بالعكس عندك خيارات عديدة. بس في overlap وفي منتجات من سكر تباع على سوق حتما. Okay. بدي أشكر البانلست تبعي. Thank you very much.